بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الاول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الاول، ولقائنا من خلال كتاب التلميذ مع المحور الاول والوحدة الثانية الاعداد النسبية المفهوم الثالث في الوحدة الثانية بعنوان تفسير القيمة المطلقة واستخدامها، ولقائنا النهاردة مع درسنا الخامس من الوحدة الثانية بعنوان استكشاف القيمة المطلقة. تعالوا بينا مع بعض نشوف افكار درسنا ايه وازاي هنشتغلوا مع بعضنا. درسنا استكشاف القيمة المطلقة الهدف منه ان انت تقدر يعني تقدر المسافة او تمثل المسافة في مواقف حياتية بتتعلق بقفزات الأسماك وفي نفس الوقت مقابلة الأصدقاء عند أحواض الأسماك. هتقدر تفهم معنى القيمة المطلقة على خط الأعداد، وطبعا في خلال درسنا هنتعامل مع تفكير منطقي بشكل مجرد وكمي في نفس الوقت، ده بالإضافة لتقديم براهين قبل للتطبيق ونقد أفكار الآخرين، وهتستخدم الأدوات المناسبة عشان خاطر تحقق الهدف المطلوب منها. فالجزئية الأولى بتاعتنا اللي هي جزئية استكشف، كان في رحلة مدرسية ذهب فصلك في الرحلة دي إلى مركز علوم الطبيعة، والمرشد السياحي اتكلم عن نوع من الأسماك بيمكنه ان هو يغوص تحت سطح المية وفي نفس الوقت يقفز فوق سطح المية، والمرشد سجل مرات الغوص والقفز لهذا النوع من الأسماك في الجدول اللي قدامنا ده. الجدول اللي قدامنا في الملاحظة ثلاث ملاحظات، ان الملاحظة الاولى ان الاسماك بتغوص بالامطار تحت المية يعني تحت سطح المية 3 امتار، وفي نفس الوقت سطح المية بتاعنا هو يعتبر نقطة البداية بتاعتنا اللي هي الصفر، يعني منها الغوص تحت الماء ومنها القفز بالامطار لفوق، فبيغوص 3 امتار وبيقفز 3 امتار. برضو الملاحظة التانية ان لقاهم ان هم النوع ده من الاسماك بيقفز بيغوص تحت المية 2 متر تحت سطح المية، وبيقفز برضو 2 متر فوق سطح المية، والملاحظة جيم انه بيغوص 4 امتار تحت المية وبيقفز 4 امتار فوق المية. هنا بقى بيعتقد صديقك ان المرشد كان يجب عليه ان هو يستخدم الاعداد الصحيحة السالبة في جزئية الغوص تحت الماء، لان المعروف عندنا ان الارتفاع فوق سطح المية ده بالموجب والغوص تحت سطح المية بالسالب، فالمرشد يعني ما عملش الكلام ده، ما حطش الغوص تحت سطح المية بالسالب، هو حطه اعداد صحيحة. فبيسأل ليه عمل كده، وفي نفس الوقت ليه عمل سطح المية بالعدد صفر، اعتبروا العدد صفر. طبعا عشان نوضح الكلام ده هنشوف الجزئية اللي بتقول لي هنا ان انت هتتعلم وفي نفس الوقت هتفكر. فالجزء الاول هنا عايزين نحلل البيانات على خط الاعداد بتاعت استخدام خطوط الاعداد لعرض البيانات بتاعتنا، يعني هنعرض بيانات الاسماك في صورة اعداد صحيحة على خط الاعداد. بيقول لي هنا ضع اسم لكل نقطة، مستخدم الحرف اللي احنا شفناه بتاع الملاحظة بتاعتنا اللي هو ألف وب وجيم، وبعدين اشرح اللي انت بتلاحظه من نقاط. تعال نشوف الكلام ده شكله ايه. عندي زي ما قلنا سطح المية او خط الاعداد بالشكل ده، وسطح المية اعتبره هو صفر، وبالتالي لو شفنا الملاحظة الاولى ان هو غاص تحت سطح المية 3 امتار وفي نفس الوقت قفز فوق سطح المية 3 امتار، يعني زي ما احنا شايفين كده المسافة او الملاحظة الاولى ان المسافة تحت سطح المية 3 امتار
المسافة، خدوا بالكم، تحت سطح المية 3 أمتار، نزل 3 أمتار، طب والقفز 3 أمتار لفوق، يعني دول مسافتين متساويين بالنسبة للصفر اللي هو سطح المية، نزل مسافة 3 أمتار وارتفع مسافة 3 أمتار. طب لو شفنا الكلام ده مع ب، يا ترى عمل إيه في الملاحظة ب؟ الملاحظة ب إن هو برضو غاص تحت سطح المية مسافة مترين، يعني تحت الصفر بمسافة مترين وفوق الصفر قفز بمسافة مترين فوق سطح المية. برضو المسافة اللي فوق سطح المية بتساوي المسافة اللي تحت سطح المية. طب الملاحظة ج بيقول فيها ايه؟ الملاحظة ج بيقول ان هو قفز تحت سطح المية 4 أمتار، يعني تحت الصفر 4 أمتار وفوق الايه الصفر برضو 4 أمتار. ملاحظين في الثلاث ملاحظات بتوعنا دول ان المسافات بتاعتنا متساوية. ده بيفسر لي ايه هنا بقى في المسافات المتساوية؟ بيفسر لي ان الموجب والسالب طالما ان هو تساوى احنا بنتعامل معاه من خلال قيمة مطلقة اللي هي تساوي الموجب والسالب فيها، يعني فوق الصفر بتاعنا عدد المسافات عدد الامتار بتاعتنا بتساوي عدد الامتار اللي تحت سطح المية. طيب تعال نشوف موقف تاني اخر، يعني صديقك عايز يريد ان هو يقابلك عند حوض الاسماك الساعة 2:30 مساء. ايه اللي حصل؟ انت وصلت الساعة 2:25 دقيقة. لاحظ ان الميعاد بتاعنا ان احنا هنتقابل فيه يعني انت وصديقك الساعة 2:30، انت وصلت الساعة 2:30 الا 5، تمام كده؟ يعني بيوصل صديقك الساعة 2:35، اذا انت وصلت قبل الميعاد ب5 دقايق وصديقك وصل بعد الميعاد ب5 دقايق. طب بيقول لي تقدر تمثل لي السيناريو ده على خط الاعداد وتشرح اسبابك بدل من استخدام الاوقات المحددة دي؟ يعني يمكنك ان انت تمثل الوقت المنقضي والوقت بتاع المقابلة في صورة اعداد صحيحة بالشكل اللي قدامنا اللي احنا هنشوفه ده. هنعتبر عندنا ان الصفر بتاعنا هو موعد المقابلة بتاعتنا اللي هو 2:30، وبالتالي 32 دقيقة. طب لما انت جيت، انت جيت قبل الميعاد ب5 دقايق، فهنعد هنا في الاتجاه السالب ده عند 5 وهنقول ان انت وصلت اهو في الساعة 2:25 دقيقة، يعني قبل ميعادك وصلت سابق لميعادك ب5 دقايق. وفي نفس الوقت صديقك وصل بعد الميعاد ب5 دقايق، اذا زيادة 5 دقايق فوق الوقت بتاعنا، وبالتالي اصبحت المسافة اللي هنا بتساوي المسافة اللي هنا. مسافتك انت من ميعادنا، يعني وصولك انت قبل ميعادك كان ب5 دقايق، ووصول صديقك بعد ميعاده ب5 دقايق. ده هيفسر لي برضو نفس المسافات المتساوية اللي بين الاتنين دول. عشان كده بيقول لي هنا تعال بقى كده حدد لي العبارات الصحيحة بافتراض ان الصفر بتاعنا، خدوا بالكم من الحتة دي، بافتراض ان الصفر بيمثل وقت الوصول، حدد كل العبارات الصحيحة اللي قدامنا دي وهنشوف كل واحدة بتقول ايه. دلوقتي انت وصلت قبل صديقك ب5 دقايق، او قبل ميعادك ب5 دقايق، مش قبل صديقك، قبل ميعادك ب5 دقايق، وصديقك وصل بعد ميعادك او بعد ميعاد المقابلة يعني ب5 دقايق. فبيقول لي نقدر نمثل وقت وصولك بالعدد سالب 5 على خط الاعداد. هل الكلام ده صح؟ فعلا زي ما احنا شايفين اهو، انت وصلت عند سالب 5 وبالتالي مثلناها بسالب 5، اذا الاولانية اجابة صحيحة. طب قال لي طب يمكن تمثيل وقت وصولك انت بالعدد 5؟ لا، العدد 5 ده بعد الميعاد بتاعنا، لكن المعدد سالب 5 هو اللي قبل الميعاد، وبالتالي دي ما تعتبرش صحيحة. طب يمكن تمثيل وقت وصولك بنقطة تبعد 5 وحدات عن الصفر. خد بالك بقى من الحتة دي، يعني انت لما وصلت
بزمن يبعد 5 وحدات زي ما احنا شايفين اهو عن الصفر، يعني المسافة دي هي 5، وبالتالي هي في السالب لكن كعد مسافة وقت ما قدامنا هو 5 دقائق، وبالتالي تعاملنا معها بالصورة الصحيحة. طب يمكن تمثيل وقت وصول صديقك بالعدد -5؟ طبعا لا، لان صديقك وصل بعد الميعاد ب5 دقائق، ما يبقى السالب، يبقى موجب، وبالتالي دي هتترفض. لكن رقم ه هي اللي صح، هنقول له فعلا يمكن تمثيل وقت وصول صديقك بالعدد 5 على خط الاعداد. هنا بقى بيقول لي يمكن تمثيل وقت وصول صديقك بنقطة قدامنا اللي هي تبعد 5 وحدات عن الصفر، وبالتالي هنا هنشوف احنا الكلام ده بيقول ايه. تاني، يمكن تمثيل وقت وصول صديقك بنقطة تبعد 5 وحدات عن الصفر، فعلا كلامه صح انها 5 وحدات. بمعنى ايه بقى الكلام ده كله؟ بمعنى ان انت وصلت قبل الميعاد اللي هو -5 ده ب5 وحدات، وزميلك وصل برضو بعد الميعاد ب5 وحدات. اذا انت قبل الخمسة وهو بعد الخمسة، لكن ما يهمنيش قبلها وبعدها، انا يهمني العدد كام هنا، العدد 5 اللي هي المسافات. عشان كده هنتكلم بقى على جزئية تانية هتناقش فيها افكارك مع زميلك. الجزئية التانية بتقول لي ايه بقى؟ اللي احنا عملناه ده اسمه قيمة مطلقة. بمعنى ايه قيمة مطلقة؟ وضحها لي هو في الكتاب وجابها لي، هي المسافة بين موضع اي عدد وموضع الصفر على خط الاعداد، وهي دائما موجبة او مساوية للصفر. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي الصفر اهو، تمام كده؟ طيب ده اقل بوحدتين وده ازيد بوحدتين، يعني اقول لك انت مشيت خطوتين، ما يهمنيش بقى مشيت الخطوتين جهة اليسار او مشيتها جهة اليمين، وبالتالي ده بنقول عليه القيمة المطلقة، بتكون موجبة او مساوية للصفر. طيب اللي هي الجزئية بتاعة تعريف القيمة المطلقة، مسافة بين موضع اي عدد وموضع الصفر على خط الاعداد، وبنتعامل معاها بالموجب دايما او تساوي الصفر، لكن ما ناخدهاش بالسالب. وبالتالي عشان نوضحها اكتر هنقول ان كلمة قيمة مطلقة بنرمز لها برمز شرطتين بالشكل ده كده اهو، زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى اول ما اعمل الشرطتين دول وحط بينهم عدد، يبقى ده معناه قيمة مطلقة. اقرأ كده، القيمة المطلقة للعدد 5، القيمة المطلقة للعدد 2، القيمة المطلقة للعدد -2. طب هنوضح اكتر عشان برضو تكون فاهم معايا. تعال نشوف في الجزئية التانية بيقول ايه. ذهب الاخوة صالح وعمر ونور وطارق، راحوا مع والدهم الى الملاهي، واشترى لهم والدهم نفس العدد من تذاكر الالعاب، لكن في بعض الاخوة اثناء اللعب لعبوا اكتر، يعني اخ لعب اكتر من اخوه، عشان كده اضطر هؤلاء ان هم ياخدوا تذاكر من اخواتهم عشان يكملوا اللعب. عايزين الجدول اللي قدامنا ده اللي هو بيعبر عن عدد التذاكر لدى كل اخ في نهاية اليوم، زي ما احنا شايفين في نهاية اليوم كان صالح عدد التذاكر اللي استخدمها 10، طيب، وعمر كان عدد التذاكر اللي استخدمها -8، يعني ناقصين 8، وعدد التذاكر اللي استخدمها نور كانوا ناقصين 2، وعدد التذاكر اللي استخدمها طارق كانوا 8 تذاكر. بمعنى ابو سالد ده اللي هو خد من زمايله او من اخواته تذاكر عشان يكمل اللعب بتاعه. تعالوا برضو نوضح الكلام بتاع الاخوة دول على خط الاعداد. هو بيقول لي استخدم الجدول اللي فات ده عشان تحط عدد التذاكر اللي هو في نهاية اليوم ده بالنسبة لكل شخص على خط الاعداد اللي مرسوم قدامك ده، ووضح اللي انت فهمته عن طريق الرسم في كراس الرياضيات بتاعتك. يعني عندك خط الاعداد هنا ابتدى بصالح الاول كان 10،
10 تذاكر استخدمها، وبالتالي خدنا العشرة الموجبة اللي هي بعد الصفر. طب انا عندي برضو اللي هو سالب 8 اللي هو كان عمر، وعمر هيبقى مكانه قبل سالب 10 بمسافتين زي ما احنا شايفين، او وحدتين هنا. طب برضو كان عندي نور كان سالب 2، يعني اقل او على يسار الصفر بخطوتين او بوحدتين. كلام جميل. وكان الاخير اللي هو طارق كان 8 تذاكر، يعني عند العدد 8 موجب. اذا لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان في 2 بالسالب اهو زي ما احنا شايفين، و2 بالموجب قدامنا. طب تعالوا نقول بقى يعني ايه قيمة مطلقة، عشان هو بيقول لك اتكلم مع زميلك عن القيمة المطلقة. بتدي له مثال مثلا، او تشرح له اللي انت فهمته عن القيمة المطلقة. يعني مثلا هتقول له القيمة المطلقة للعدد 5 هي، ان انا بكتب لما انطقها كده واقول القيمة المطلقة للعدد 5، بكتبها قيمة مطلقة عبارة عن الشرطتين المحطوطين دول، واكتب جواها العدد بتاعنا اللي هو 5. فبقت هنا نقولها ايه؟ القيمة المطلقة للعدد 5 هي 5. اذا لو انا خدت القيمة المطلقة لسالب 8 بتطلع برضو بالموجب 8. ليه؟ لان انا بتعامل مع خطوات، ما بتعاملش مع سالب وموجب في القيمة المطلقة. وبالتالي القيمة المطلقة لسالب 2 بتديني 2، سواء اذا كان داخل القيمة المطلقة سالب او موجب، الناتج بتاعها او بتساوي العدد بدون علامة السالب بتاعتي. بمعنى زي ما احنا قلنا قبل كده في دروس فاتت، ان السالب بتديني القيمة المعكوسة، او الـ نقول عليها المعكوس الجمعي للعدد بتاعه. عشان نوضح اكتر تعال نشوف الجزئية او السؤال التاني. بيقول ايه اللي انت لاحظته عن المسافة بين كل شخص والصفر؟ انا بتعامل مع مسافات بين كل شخص والصفر، بلاقي ان المسافة بين كل عدد والصفر على خط الاعداد هي نفسها، سواء كان العدد موجب او سالب. بمعنى ان احنا بنتعامل مع اعداد هنا وليس اعداد وليس اشارات، يعني ما بتعاملش مع موجب وسالب، انا بتعامل مع اعداد واحنا ماشيين. فانت بتاخد القيمة المطلقة للعدد ده هي عدد الوحدات اللي انت خدتها اللي هي 8. هنا برضو نفس الكلام، هي عدد الوحدات هي 8، وبالتالي 8 بالسالب لو عملتها بالقيمة المطلقة بتديك 8 بتاعتنا. طيب تعالى بقى نشوف نوضح اكتر تذاكر الالعاب باستخدام المعلومات اللي انت جمعتها من السبورة الرقمية. جاوب عن الاسئلة اللي هنقولها لك دي. اي شخص كان الابعد عن الصفر، اللي مسافته ابعد عن الصفر، ملناش دعوة بالموجب والسالب هنا. هنلاحظ ان اعلى واحد اللي هو صالح اللي هو 10، وبالتالي هقول له صالح. اي الاشخاص كان ابعد عن الصفر هو صالح. طب هل يوجد اي اشخاص على مسافة متساوية من الصفر؟ واضح المسافات المتساوية بتاعت سالب 8 لعمر وبتاعت طارق 8، لكن انا ما بتعاملش مع الاشارات. المسافات متساوية من الصفر في 8 خطوات جهة اليسار، وهنا من الصفر في 8 خطوات جهة اليمين، وبالتالي يبقى المسافات اللي بيقول عليها هل يوجد اي اشخاص على مسافة متساوية من الصفر؟ فيه. طب اذا كان الامر كده يبقى المسافة التي، ما المسافة التي كانوا بيبعدوها عن الصفر؟ قلنا المسافة هي ايه؟ 8. لمين؟ لطارق ولعمر. وبالتالي هنقول له نعم، في اشخاص متساوية في الابعاد بتاعتهم او المسافة بتاعتهم من الصفر، اللي هم عمر وطارق زي ما احنا شايفين قدامنا، وهم الاتنين بيبعدوا 8 وحدات عن الصفر بتاعنا. طيب ده كلام جميل. هنا بيقول لي بقى التعريف، اكتب اجابة تقديرية لكل مما يلي. ما تعريف القيمة المطلقة؟ تعريفها ايه بقى؟
القيمة المطلقة زي ما قلنا هي المسافة، شفناها من شوية هناك اللي جابها الكتاب. القيمة المطلقة هي المسافة اللي بيبعدها العدد عن الصفر على خط الأعداد، ماليش دعوة بقى موجب أو سالب. ده تعريف القيمة المطلقة، دايما بتجيني في امتحانات اخد بالي منها. القيمة المطلقة المسافة اللي بيبعدها العدد عن الصفر على خط الأعداد. طب ايه المقصود بقى بالعبارة دي في رأيك؟ هنا بيقول لي خد بالك، تلاتة دي كانت في الأصل ايه؟ يا اما كانت قيمة مطلقة للعدد تلاتة، او كانت قيمة مطلقة للسالب تلاتة. اذا السالب تلاتة بتساوي ايه؟ بتساوي تلاتة، انا بخرجها بره القيمة المطلقة بالموجب بتاعنا. طب وهنا، هنا هي موجبة وهي بطبيعتها بتطلع بالموجب، يبقى التلاتة عبر عنها يا اما بسالب تلاتة او بتلاتة. هنا محتاج اوضح برضو الجزئية دي لكم اكتر حبايبي. هنقولها ايه بقى؟ هنقولها ان بتعبر عن القيمة المطلقة للعدد تلاتة بتساوي المسافة بين العدد تلاتة والصفر على خط الأعداد. برضو القيمة المطلقة للعدد سالب تلاتة بتعبر عن إيه؟ عن العدد سالب تلاتة والصفر، يعني بتساوي برضو العدد تلاتة بتاعنا، المسافة بينها وبين الصفر، يعني من الصفر لسالب تلاتة هي المسافة من الصفر لموجب تلاتة، لسالب تلاتة هي المسافة لموجب تلاتة، لأن المسافات الاتنين بتساوي متساويين. تعال نسهل الموضوع وناخد بالنا من حتة ممكن نتعرض لها في امتحان. بتقول ايه هنا؟ خدوا بالكم ان اذا كانت البي مثلا بتساوي تلاتة، يبقى القيمة المطلقة بتاعت البي هي ايه؟ ممكن تقول لي القيمة المطلقة للبي هي القيمة المطلقة لتلاتة، او اقدر اقول القيمة المطلقة لبي هي سالب تلاتة، يعني العدد بتاعي تلاتة، ده خاص بايه؟ بالبي، البي بتساوي تلاتة. لو دخلتها جوه القيمة المطلقة بعمل ايه؟ بدخلها جوه القيمة المطلقة يا بالسالب يا بالموجب، الاتنين اجابتهم صح. طب افرض ان تعرضت المسألة بفكر تاني، في سالب قدام القيمة المطلقة. بمعنى ايه؟ لو قال لي البي بتاعتي بتساوي سالب القيمة المطلقة لسالب تلاتة، خدوا بالكم في سالب بره القيمة المطلقة دي. الاول بتطلع من داخل القيمة المطلقة بكام؟ بتلاتة، وفي سالب بره، وبالتالي هتبقى سالب تلاتة، فان البي بسالب تلاتة هنا، يعني احنا طلعناها بره القيمة المطلقة بتلاتة، لان بيطلع بره القيمة المطلقة بالموجب مش بالسالب، والموجب يعني الزائد، يا بكتبها ما بكتبهاش، اذا ما كتبتهاش تبقى معناها بالموجب بالزائد، اذا كتبتها بكتب زائد يبقى هي معناها موجب برضو، يعني يا بكتب الموجب يا بشيلها، الاتنين صح عندي. لكن هنا لما يكون في سالب بره القيمة المطلقة، اللي داخل القيمة المطلقة بيطلع بايه؟ بالموجب، وفي سالب بره، يبقى البي بتساوي ايه؟ بتساوي السالب تلاتة. وضحت حبايبي؟ يعني ارجو ان كده يكون فهمنا القيمة المطلقة، لان في درسنا القادم ان شاء الله هنتكلم على المقارنات داخل القيمة المطلقة. ما تنسوش حبايبي تعليقاتكم اللي بتسعدني واعجاباتكم، ده بالاضافة لرابط قناتي للترم الثاني اللي هي براعم مبدعة، ورابط قناتي للترمين من كيجي الى تالتة اعدادي اللي هي معلم الرياضيات، بالاضافة لجروبي على الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا. اذا كنت محتاج تتواصل معايا يبقى تضغط عليه وتدخل عليه، ده بالاضافة لموقعي مبدعون عليه فيديوهات بتشرح الدروس والمراجعات، بالإضافة لكتب وأدلة، بالإضافة لمراجعات وكتب خارجية عشان تساعدك وقت الامتحانات، ده بالإضافة لفيديوهات كرتونية كمان إسلامية هتفيدك جدا، وكل ما تحتاجه هتلاقيه على موقعي. كل اللي أنا بقوله ده موجود في أول تعليق مثبت وموجود في صندوق الوصف، بالإضافة لعلامة الآي اللي بتمر لك كل شوية برابط من الروابط اللي أنت محتاجه تضغط وتدخل عليه، بالإضافة لصور شاشة النهاية اللي هتظهر لك ثلاث صور
تضغط على اللي انت عايزه، تتفتح معاك وتتفرج على اللي انت عايزه. بكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا، وإلى اللقاء مع درس قادم مع أطيب تمنياتي بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.